مرحبا بك دكتور. بداية كما تعرف يعني في اليومين واليوم أيضا شهدنا عودة لارتفاع الإصابات، وصل إلى أكثر من يعني 4000. إلى أين يمضي الموقف الوبائي برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة وتحياتي لك ولمشاهدي قناة الفلوجة. بالحقيقة هنالك تصاعد بعد العيد، وهذا يعني يعزى إلى الاختلاط الذي حصل أثناء عيد الأضحى المبارك ورجوع المواطنين إلى يعني إلى الإجازة، إجازة العيد، وحدوث الاختلاط والتعايد، وكذلك وصول أعداد هائلة من السواح إلى مناطق سليمانية وأربيل. هذا مما ولد اختلاطا كبيرا على النقاط الحدودية والمناطق السياحية، وبدون تطبيق حالة التباعد الاجتماعي وعدم الالتزام بلبس الكمامات وعدم الالتزام بالشروط الصحية للتجمهر، أدى إلى زيادة الأعداد. ونأمل أنه بعد أسبوعين أو أكثر من هذا، يعني خلال هذا نهاية الأسبوع أو الأسبوع القادم، أن ينزل عدد الحالات إلى أقل من هذا العدد. ولو إن أنا أشكك بهذه الأعداد، لأن هنالك أضعاف هذه الأعداد موجودون وحالات خفيفة، لأن حسب علميا مرض كوفيد 19 85% منهم بدون أعراض أو أعراض خفيفة يمكن معالجتهم في البيت. طيب، فليس كل المصابين يراجعون المستشفيات، ويمكن أن يكون هؤلاء هم مصدر انتشار هذا الوباء في المجتمع. طيب دكتور، اليوم وزارة الصحة العراقية بنفسها أقرت أن الوضع الموقف الوبائي يتجه نحو المجهول. برأيك هل الاعتماد على يعني الإجراءات الوقائية وحده يكفي في مواجهة هذه الأزمة؟ لا، الاعتماد على الإجراءات الوقائية ليس كافيا. يجب يعني إجراء يعني تطبيق حالات حازمة، مثلا عدم يعني فسح المجال لأي تجمع أكثر من 5 أشخاص. لذلك يعني صلاة الجماعة ويعني زيارات الدينية يجب منعها بشكل تام، خاصة ونحن نتجه إلى موسم زيارات محرم وسفر، وهذا إذا حصل لا قدر الله يمكن أن يؤدي إلى يعني زيادة إصابات بالآلاف ووفيات بالعشرات بل بالمئات، مما لا تستطيع الأنظمة الصحية في العراق تحملها ويؤدي إلى يعني كارثة صحية. طيب دكتور، سؤال أخير والإجابة باختصار لو سمحت. سمعت بالعلاج الروسي الأخير، هل يؤخذ يعني على محمل الجد في الوسط العلمي برأيك؟ بالحقيقة هنالك لقاح روسي جرب يعني وصل إلى المرحلة الأخيرة، المرحلة الثالثة للتجربة، ويمكن أن يطرح بعد ذلك يعني. وهذا يعني نفس المرحلة وصلتها اللقاحات الأمريكية واللقاحات الصينية التي تجرب في دول الخليج واللقاحات الأمريكية، ولكن لم يعني يوضع يعني الإعلام بشكل يعني المجهر الإعلامي على تطورات اللقاحات الأخرى. كلها تمضي في نفس المستوى، ولكن لم تصل إلى درجة التوزيع التجاري والاستعمال لمجموعات الخطورة. طيب، لذلك نحن نوصي باستعمال يعني لقاح إنفلونزا الموسمية في الشهر 9 والعاشر للحد من انتشار إنفلونزا الموسمية مع إنفلونزا بسبب كوفيد 19 لكي نمنع وفيات وإصابات أخرى، ويمكن أن ترفع المناعة الجسم لقاحات الإنفلونزا التي سنوياً تعطى للمعمرين والحوامل
للذين لديهم أمراض مزمنة كأمراض القلب والتهاب القصبات المزمن طيب. والسكر وإلى آخره. نعم، اتضحت الصورة استشاري الأمراض الباطنية والقلبية. الدكتور دشتي عباس بستاني كنت معنا، شكرا جزيلا إليك.